اهلا بحضراتكم مره ثانيه، عوده العشر الصبح في الاهلي واخر فقرات حلقتنا النهارده. الحقيقه عندنا مجموعه من الملفات الكرويه اكيد كلها متعلقه باستعدادات النادي الاهلي الفتره الجايه ان شاء الله هيحصل ايه، وكمان قرعه مسابقه الدوري اللي اقيمت بالامس هنتكلم في الموضوعات دي وغيرها مع ضيفنا اللي منورنا كابتن ايهاب المصري مهاجم المقاولين العرب ومنتخب مصر السابق. صباح الفل عليك. صباح الفل عليك. صباح الفل منورنا. وانا عارفه الميعاد ده بيبقى صعب شويه بس يعني هو المدارس بقى برضو يعني الواحد يتعود بيصحى بدري كده في المدارس. منورنا يا كابتن ايهاب، وانا هبدا بقرعه الدوري امبارح. شفت ازاي يعني التنظيم والحدث، وبرضو كان في نقاط كتيره عايزين نتكلم فيها. فكره بقى الواحد عايز يعرف الجدول بتاع مباريات من بدري والصوره تبقى اوضح من الموسم اللي فات علشان ما يتكررش تاني الماساه او ما تتكررش الماساه. يعني هي بدايه خير امبارح، الواحد متفائل بالرابطه، طبعا رابطه الانديه الجديده اتمنى تكون عند حسن ظن الناس. البدايه امبارح كانت موفقه بشكل كبير جدا، الحفل كان شكل محترم ويليق بالكره المصريه، دعوه الرموز للكره المصريه ودعوه تكريمهم امبارح بشكل جيد، وهم اللي يسحبوا القرعه. اعتقد الحاجات دي هي حاجات بسيطه بس كنا نفتقدها الفتره اللي فاتت، ادت صوره حلوه في النهايه الحقيقه، كان الشكل العام كويس طبعا. فعلا فاتمنى الاستمراريه، اتمنى لهم التوفيق. امبارح عرضوا طبعا التوقفات اللي هتحصل للمنتخب المصري في خلال الفتره اللي جايه، في بطوله كاس العرب وفي بطوله امم افريقيا وان شاء الله نوصل كاس عالم. في امور كتيره جدا وفي ماتشات في تصفيات كاس العالم لسه، طبعا النادي الاهلي موضوع كاس العالم الانديه والسوبر الافريقي ما تحددوش، فده كمان من ضمن الماتشات اللي هيتم يعني هيبقى في توقفات ليها الفتره اللي جايه. اتمنى الاستمراريه، اتمنى اللي اتقال امبارح في المؤتمر وفي القرعه يتنفذ فعلا بشكل كويس. نتمنى ان احنا نشوف مسابقه، طبعا الموسم هيبقى صعب جدا وموسم استثنائي على الجميع، هيبقى فيه ضغط كبير جدا جدا، اتمنى ان احنا نقدر نحافظ على الشكل العام بشكل كويس. هيحلو اكيد بوجود الجماهير. بالمناسبه ايه رايك في القرار اللي يعني صدر عن رابطه الانديه بان ان شاء الله في الموسم ده من الدوري هيكون لكل فريق 1000 مشجع موجود في الاستاد؟ انا شايف دي من احسن القرارات اللي اتخذت امبارح. اتمنى بقى يعني اللي انا نفسي فيه واتمناه طبعا للجمهور يكون عند حسن ظن يعني طبعًا. عند حسن ظننا طبعا لما يرجع يحافظ على حضوره، وعشان نقدر يعني او تقدر كرابطه اللي هي تزود العدد طبعًا. لان لما يتواجد الجماهير بشكل كويس بشكل محترم بتشجع باسلوب حضاري واسلوب محترم بيشجع فريقه بس ما يتدخلش في اي امور ثانيه، اعتقد هيبقى ده هيبقى حافز ودافع للرابطه اللي هي تطلب من الامن زياده الاعداد، وده اللي احنا عايزينه. لان الكره من غير جماهير احنا شفنا الفتره اللي فاتت كنا بنعاني. طبعا مع احترامي الكامل يعني لدوله ليبيا، احنا شفنا في ليبيا كان في 5000 متفرج. صحيح. احنا ما نقلش في سوريا فيها جماهير بتحضر، احنا ما نقلش على الناس دي، طبعا احنا بنتفوق عن الناس دي كلها، فاحنا نتمنى ان احنا نلاقي الجماهير بشكل حضاري وبشكل محترم. وده الدور اعتقد يعني دور الاعلام الفتره اللي جايه اللي هو يبدا يوعي الجماهير على الفتره اللي جايه، الحضور يبقى شكله عامل ازاي، لازم يعني تروح تشجع فرقتك تهتم بفرقتك بس عشان تقدر بدل ال1000 نزود لخمسه وسته وعشره كمان وتبقى الامور ترجع لطبيعتها تاني، لان احنا نستاهل احسن من كده بكتير. طب امبارح اتقال برضو ان هيتم او هيحصل توقف يعني تقريبا 200 يوم حاجه زي كده ما بالظبط، بس يعني عشان المشاركات الدوليه وغيره، بس مش ده برضو ممكن يحط ضغط على اللاعبين ولا؟ ما هو احنا لسه بنتكلم ان ده هيعمل ضغط على الانديه كلها، فيه هيبقى في ماتشات ممكن بعد كل 3 ايام كل يومين. حل ايه برضو؟ ما احنا هو هنرجع ده موسم استثنائي، هو ده موسم استثنائي. القايمه دلوقتي واللي فات قالوا عليه استثنائي، ما هو احنا للاسف احنا كنا نتمنى ان احنا نبدا زي العالم يعني العالم كله ونمشي في الامور الطبيعيه. احنا دلوقتي لسه هنبدا دوري الانديه، العالم كله شغال في الدوري عادي، احنا لسه القيد اتقفل من 3 4 ايام، الانديه خلاص داخله على انتقالات يناير في العالم كله، واحنا لسه بنقول يا هادي. فاحنا كنا نتمنى او نتمنى للموسم اللي هي يعني اللي هيبدا بقى الموسم اللي بعد اللي هينتهي ده ان شاء الله باذن الله يكون الامور بقى نرجع نمشي زي العالم ما ماشي ونبدا بقى معاهم كده واحده واحده وننظم مسابقه محترمه. فكرك الجدول هيمشي بشكل منتظم ولا برضه هنشهد تاجيل مباريات الى اجل غير مسمى زي ما حصل قبل كده؟ انا اتمنى اللي هو يمشي زي ما هو، لكن طبعا ممكن نتحط في ظروف صعبه بقى، اي ظروف امنيه، الامن يعترض على اقامه لقاء في توقيت معين، الامن يعترض على ظروف حاجه بتحصل معينه. فاتمنى اللي يحط الجدول يراعي برضو المواعيد دي، ما يحطهاش في مناسبات تحرج الامن.
او تبقى يعني او تشكل عبء عليه تشكل عبء على الامن. فلازم يكون مراعي الامور دي عشان الامور تمشي منتظمه وفي شكل ملتزم لكل الناس يعني. ان شاء الله باذن الله. نروح للاهلي ونتكلم عن الدوري واولى المباريات اللي هتكون مع الاسماعيلي واكيد ما فيش حاجه قلنا لها سهله ولا مضمونه، فخلينا برضو نعرف. وطبعا يعني ماتشات النادي الاهلي والنادي الاسماعيلي دايما ماتشات كبيره، ماتشات جماهيريه، ماتشات محدش بيتوقع نتيجتها. لسه طبعا لحد دلوقتي ما نعرفش الماتش هيبقى في الاسماعيليه، ودي محاولات بتحصل ان الدنيا ترجع لطبيعتها تاني، والنادي الاهلي يلعب في الاسماعيليه والاسماعيلي يلعب في القاهره وترجع الامور طبيعيه تاني. لكن هو ماتش كبير جدا وماتش بدايه ولا اروع للدوري، بدايه قويه جدا. الماتش بحجم النادي الاهلي والنادي الاسماعيلي ده بيبقى من الماتشات الجماهيريه وكل الناس قاعده بتستمتع بيها وبتبقى قاعده مستنياها. النادي الاهلي عمل تدعيمات محترمه وعمل صفقات قويه جدا على الخط الهجومي كمان او الناحيه الهجوميه، في تدعيمات بشكل كويس جدا. النادي الاسماعيلي برده مر بظروف صعبه الفتره اللي فاتت وحاول على قد ما يقدر هو يدعم في حدود الامكانيات المتاحه، جاب مدير فني عنده خبرات كبيره جدا في الدوري المصري ومدير فني محترم عنده سي في محترم جدا في الدوري، وانا من الناس اللي انا بحترمهم جدا كابتن طلعت يوسف. ليه فلسفته وليه طريقته، اعتقد بيبقى ماتشاته بتبقى رخمه بلغه الكوره، بيقدر يعني يرخم على الفرقه اللي قدامه ويقدر يعمل اسلوب منظم للفرقه اللي بيلعبها، بيحفظهم جمل كويس، بيحفظهم الوقفه ازاي في الملعب. فمن هنا بتكمن صعوبه اللقاء، لان هو ممكن يقفل شويه الامور على النادي الاهلي، لكن النادي الاهلي عنده عناصر هجوميه، عنده عناصر تقدر تصنع الفارق الهجومي، ده اللي شفناه حتى في ماتش انبي. يمكن السوبر ما شفناش الكلام ده، لكن بعد مع الوقت شفنا يعني مكسيوني طبعا من اللعيبه اللي انا شايف اللي هي هتبقى ليها مستقبل كويس مع النادي الاهلي. حسام حسن ان شاء الله باذن الله لسه بيستاو طبعا هيكون على بدايه الدوري هيكون متاح. طبعا النادي الاهلي هيفتقد العناصر دي او الصفقات الجديده في بطوله افريقيا اللي نتمنى له طبعا كل التوفيق فيها، والعناصر القديمه هي يعني هي اللي جابت بطوله افريقيا اللي صحيح. فاتت طبعا. وقادره على تعويض او تعويض غياب اي حد ان شاء الله. فكرك بيتسو بوسيماني محتاج يراعي حاجات معينه مع بدايه الموسم الجديد، هل محتاج يعدل شيء يغير من فكره ويغير من تكنيكه؟ هو طلع اعترف بكده، هو طلع بعد الدوري بعد خساره الدوري قال انا في حاجات انا لسه كنت يعني بتعرف على الدوري المصري وبتعرف على اللي بيحصل في الاجواء الدوري المصري. هو السنه اللي فاتت النادي الاهلي كان بتحصل حاجه غريبه انا ما تعودتش عليها من ساعه ما يعني الواحد بدا يتفرج. النادي الاهلي كان بعد ما بيتقدم كان طبيعي دايما النادي الاهلي بعد ما يجيب جون يجيب الثاني ويكمل ويدوس على اي على الفرق عشان يحصل حاله همدان للفرقه اللي قدامه. لا، النادي الاهلي كان بيجيب هدف ويرجع يدافع او بيحصل تراجع غريب والفرقه الثانيه بتتعادل. النادي الاهلي تعادل خمس او ست مباريات في الوقت القاتل زي ما بنقول، دي ما كناش متعودين عليها في النادي الاهلي. لازم مستر موسيماني احترم الفرق واديهم وضعهم الطبيعي ويعني واحترم كل خصم، لكن ما بالغش في الاحترام. انا النادي الاهلي هدفي واحد، اسلوبي واحد من ساعه ما النادي الاهلي اتعمل، هو اللي انا اكسب واطلع الاول وانافس على كل البطولات، وكل ماتش بالنسبه لي هو بطوله، فببقى عايز هدف واثنين وثلاثه. فلازم مستر موسيماني يكون اعتقد لازم يكون استفاد من الدروس اللي فاتت، دروس كانت قاسيه جدا جدا، فاتمنى اللي هو يصحح من اخطاء اللي فاتت، لان هو يعني انا شايف الدوري اللي فات كان دوري من اسهل الدوريات اللي كان النادي الاهلي ممكن ياخدها او يحصل عليها بشكل او باخر يعني. ماشي، انا هاخد من كلامك كابتن ايهاب بقى، لان في بعض النقاط يعني اللي اختلف فيها البعض. يعني فكره ان كان موسم من اسهل المواسم، لا، البعض كان بيتكلم ان لا ده مش موسم كان سهل، بالعكس ده موسم كان فيه ضغط رهيب جدا. فكره ان انا اقول موسيماني يتعلم من اخطائه، البعض برضو ليه وجهه نظر اخرى، بيتقال ان مش خطا موسيماني فقط، اللعيبه لهم دور كبير جدا، وال تنظيم كان ليه برضو فكره المباريات وتوقيتها وكده كان ليه برضو عامل كبير جدا. فخليني اعرف وجهه نظرك. ماشي، هناخد نقطه. هو اعترف في اخر الموسم، اعترف اللي هو كان فيه تقصير منه في بعض الامور وفي بعض المباريات وادارته ليها، فطبعا ده اعتراف انا احييه عليه واحترم كلامه. وفي طبعا كان فيه تقصير طبعا، وكان فيه تصريح من حسين الشحات انا فاكر قال اللي احنا برضو قصرنا او في تقصير مننا وكنا احد اسباب ضياع الدوري. انا اقصد بسهوله الدوري ايه، ان النادي الاهلي كان فيه مباريات في ايده. ده اللي انا اقصده يعني. أوكي. كان في مباريات في ايده والنادي الاهلي كان مسيطر ومستحوذ وهو المتقدم وكان عامل كل حاجه في الكوره، فجاه بنلاقي في اخر اللقاء هدف التعادل، نلاقي
خساره للنادي الاهلي، فدي كانت هي دي ده اللي انا اقصده السهوله من هنا. لكن طبعا كان في صعوبات اللي هي ضغط المباريات بعد الرجوع من بطوله افريقيا، كان في ضغط كبير جدا، دي صعوبه من كان بتكلم على المباريات المباريات اللي كانت موجوده، كان في مباريات كتيره جدا النادي الاهلي يقدر يحسمها بسهوله وتخليه يفرق كتير جدا من النقط، ده اللي انا اقصده يعني. ممكن كمان الاجهاد كان ليه دور ان الفاينل تاتش او يعني الختام بتاع المباراه ما كانش اكيد، ممكن يبقى الحمل البدني والاجهاد البدني طبعاً. كان عامل مهم جدا، بس النادي الاهلي يعني عودنا على كده، عودنا صحيح. على صحيح. على اللي هو دايما يكون محطوط تحت ضغط، محطوط تحت بطولات كتيره بيشارك فيها، فنتمنى التوفيق. هنرجع عموما نكمل كلامنا عن النادي الاهلي واكيد برضو عن المنتخب بطبيعه الحال، بس هنستاذنك هنطلع فاصل سريع ونرجع مره ثانيه. اتفضل. رجعنا عشان نكمل كلامنا مع ضيفنا العزيز كابتن ايهاب المصري اللي منورنا في حلقه النهارده، وزي ما حضراتكم اكيد متابعين معانا الكلام بيروح ويجي ما بين المنتخب وما بين النادي الاهلي. بمناسبه الكلام عن المنتخب، كيروش كان صرح وقال انه عايز يعني طلب اقامه 3 مباريات وديه قبل توقف الدوري، قبل استئناف الدوري قبل الفترة. بالظبط كده. فهل تعتقد ان النوع ده من الطلبات ممكن يسمع في الدوري نفسه؟ ما هيأثر اكيد يعني الدوري بقى. احنا لغايه دلوقتي المفروض الطبيعي الدوري هيبدا يوم 25 ماتشات انجولا اعتقد من 10 ل 14 اعتقد في اول 11 يعني. فهو على الاقل هيبقى محتاج من اول نوفمبر يعمل معسكر طبعا. فده في 5 ايام هتعمل ماتشين هيبقى صعب جدا فدي هيأثر اكيد على المنتخب، بس هو لازم في نفس الوقت هو لازم يعمل ماتشات للدوري عشان يشوف لعيبه، عشان هو عايز يشوف ناس معينه، عايز يضيف عناصر جديده للمنتخب، عايز يشوف زي ما هو قال طلع تصريح كويس قال لك ان المنتخب عامل زي البيت ليه باب وشباك، اللي عايز يخش يتفضل، تصريح ذكي منه لان الدنيا مفتوحه للجميع، اللي عايز يثبت نفسه عايز يوريني ان انا موجود يوريني في من خلال ماتشات المنتخب ومن خلال مباراته مع فريقه. فاتمنى طبعا التوفيق، بس ده اعتقد الثلاث مباريات دي اكيد هتاثر بشكل كبير جدا على عوده الدوري او انتظام مسابقه الدوري، ودي اول مشكله ممكن تقابل الرابطه ان الراجل فعلا محتاج المباريات عشان يعمل حاله من التجانس لسه برده، وطلب منطقي ان هو عايز يحط بصمته على المنتخب برده، عايز لسه هو الراجل يعني بيبدا واحده واحده، لكن هو لسه ما وصلش للي هو عايزه من المنتخب، فهو محتاج ماتشات وديه، محتاج يشوف اللعيبه بشكل اكبر، محتاج يطبق خطط بشكل اكتر. فاعتقد ان المنتخب لازم ياخد حقه برده وياخد كل الدعم ليه، وممكن الرابطه تعمل له ماتشين في الدوري ممتاز بس قبل بدايه المعسكر برده، من خلالها يقدر يشوف العناصر اللي هو عينه عليها، يعني اكيد هو مش هيكون عينه على العناصر كتيره، هو عينه على عناصر معينه، فهيكون هم اللي تحت المنظار في المباراتين اللي هم ممكن يتلعبوا قبل انطلاق المعسكر. ف ده حقه وحق مشروع ليه وحق اصيل وكل الدعم ليه طبعا كمنتخب مصر، ان هو الهدف الاساسي لينا كلنا في مصر اللي احنا نوصل كاس عالم بشكل كويس، نمثل الكره المصريه في بطوله افريقيا ونحصل على بطوله افريقيا، فده الهدف الرئيسي لينا كلنا، وان شاء الله يكون خير لينا يعني ان شاء الله. ولو وصلنا لكاس العالم يعني 2022 هل بتعتقد بقى استكمال يعني الدوري اصلا؟ ما هي دي بقى برضه مشكله كبيره يعني احنا لو وصلنا لكاس عالم نتمنى طبعا نروح كاس عالم كاس عالم كاس عالم فاكيد هيبقى في معسكرات قبليها وتوقفات كتيره وبقى في فتره كاس العالم، فموسم صعب. هي المواسم احنا بقى لنا كام موسم صعب جدا، كان من الافضل ممكن ان احنا نعمل موسم زي يعني مجموعتين، بس انا جربته كلاعب كوره من يعني صعب رخم يعني ضغوط الكوره يعني صعب. انا ما كنتش حابب الموضوع، ما بتاخدش يعني ممكن ماتشين ثلاثه تلاقي الدوري خلص ما بتلحقش تاخد، وكانت تبقى برده مشكله في موضوع القرعه لو الانديه معينه راحت هنا او انديه معينه بالزبط. راحت هنا ممكن لو انت عايز كمان اضيف السنه دي او اللي استجد كمان ان في فرق طلعت او اتصعدت من الممتاز بيت فرق كمان عايز اقول لحضرتك حاجه، هي هتبقى عندها الفرق دي هتبقى منافس قوي جدا 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 على هياكلوا النجيل. لا ده عاملين صفقات على مستوى عالي جدا، يعني اول ماتش في الاسبوع الاول فيوتشر هيلاعب فاركو، الفرقتين عاملين صفقات محترمه جدا جدا على مستوى عالي جدا، لعيبه دوليه ولعيبه كبيره ولعيبه محترمه. حلو الدوري هيحلو كمان هيحلو الدوري هيحلو هيبقى بشكل كويس وهيبقى منافس قوي جدا على الفرق دي كلها، يبقى ليها طموح اللي هي توصل للمربع ترجع تلعب بطولات افريقيه في اول مشاركاتها في الدوري الممتاز، فده هيخلي طعم الدوري وشكله كويس جدا، وده اللي احنا نتمناه نلاقي كل الفرق على مستوى واحد، ما نلاقيش فيه تفاوت كبير جدا في المستويات، كل ما مستوى الدوري يبقى قوي
المنتخب هيستفيد، الراجل هيستفيد، كل من مصلحه الكل. صحيح. عوده الجماهير كمان هتدي طعم وحلاوه للدوري، هتفرق كتير يعني مع الانديه الجماهيريه كمان، لان الانديه الجماهيريه قوتها ومصدر قوتها من جمهورها. فلما يكون معاه جمهوره وفي ظهره جمهوره هيحس، لما يكون مثلا في اوقات في الملعب انت كلاعب محتاج جمهورك في ظهرك ينبهك يحفزك يبقى في ظهرك دايما. فاعتقد وجود الجماهير هيبقى هيفرق كتير جدا مع الصفقات الجايه اللي الانديه كلها عاملاها والاستعدادات القويه اللي عاملينها. فاتمنى نشوف موسم. بص الحلو في الموسم القادم ان احنا منتظرينه يعني بشوق زي ما بيتقال، بس ما نعرفش هل يعني هينتظم ولا لا. ما هي دي ما حدش يقدر يتكلم فيها دلوقتي، بس الفكره ان في كده عندنا حماس يعني للموسم اللي جاي خير. وان شاء الله نتفائل خير. ونقطه التنافس انا شايفه ان ده مصلحه النادي الاهلي في الاول وفي الاخر كمان لو هنتكلم بقى. لا طبعا ان احنا أكيد عايزين منافسين برضو، يعني مش حلو ان انت تفوز ومن غير تنافس قوي. بالعكس ده اللي احنا عايزينه ويكون منافس قوي فعلا تتغلبي عليه، ويكون لو ليك منافس بنفسك على القمه هيكون الماتشات كلها على 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 قوه واحده، ما تكونش لصالح الكره المصريه. لصالح الكره المصريه اكيد، وهتفيد كتير جدا الكره المصريه. نورتنا وشرفتنا كابتن. انا اللي سعيد بتواجدي معاكم، وببقى سعيد جدا بتواجدي معاكم دايما. شكرا ليك كابتن ايهاب، وشكرا لحضراتكم على متابعتنا اسبوع كامل في 10 صفحه الاهلي. بس قبل ما اختم عايز اقول مبروك لقفشه، لان امبارح كان فرحه. يا رب يسعدك دايما كده ويوفقك خارج الملعب وجوه الملعب اكيد. شكرا يا كريم. شكرا ليك يا نواف. ان شاء الله وعلى خير ان شاء الله يوم الاحد باذن الله. الى اللقاء.